السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج موضوع يهمك. في البداية رحب بالزميلة سحر عزام، أهلا بك يا سحر. ازيك يا سيد؟ عامل ايه؟ احلى ربنا صباح الخير على الله احلى يخليك. مشاهدين في الكون، مشاهدين برنامج موضوع يهمك. أهلا بكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن باب من أبواب الأعمال الخيرية، باب من أبواب العطاء، اللي هي بالظبط هنتكلم فيها ان شاء الله عن الجمعيات الخيريه. لما نيجي نتكلم عنها معروف عن الجمعيات الخيريه انها تسعى لمساعده المحتاجين من الايتام والارامل والفقراء بوجه عام، وحتى يعني ان توصل لهم الاكتفاء الذاتي ليهم ان شاء الله. ولما نيجي نتكلم بقى على الفئه اللي هي مختصه بالحاجات دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى خصص فئة كده معينة إنها تسعى لخدمة الناس، ناس بتحب تعمل خير، ناس بتحب تمشي لقضاء حوائج الناس، ناس قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة الجميل في حلقة النهاردة يا جماعة إن ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا تجتمع فيها هذه الصفات ولا نزكيها على الله طبعًا. هي سيدة خيرة ومحبة للعمل الخيري ومحبة للمشاركة المجتمعية وتسعى دائمًا لخدمة الغير. نموذج مشرف للمرأة المصرية وخصوصا المرأة المنوفية، لأن ضيفتنا من محافظة المنوفية، يعني دايما بتلجأ أو دايما اللي بيلجأوا لها لمساعدة ليها ما شاء الله، يعني بتوفر لهم كل الاحتياجات. زي ما وضح زميلي العزيز، موضوع النهارده هيكون عن العمل الخيري او العمل التطوعي. العمل الخيري او العمل التطوعي هو من اهم انواع التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه الدين الاسلامي بل الاديان جميعا. فاسمحوا لي ارحب بضيفه حلقتنا النهارده، الاستاذه ميرفت، رئيس جمعيه خير امه. ازيك حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي، نورت. اهلا بيك يا استاذه، ونورتي قناه الصح والجمال، ربنا ونورتي يخليك. برنامج موضوع يهمك بالاخص. ربنا يحفظك يا استاذ سيد، و... نور بيك. الحقيقه ان الكلام اللي انا قلته يعني انا شفته بعيني ولمسته من ربنا يعني يحفظك. انا متابع حضرتك من فتره، ربنا ما يتقبل شاء يا الله، رب يعني منا جميعا. يعني نثني عليكي كل خير. ربنا يحفظك. خلينا في البدايه نعرف من حضرتك جمعيه خير امه اللي حضرتك رئيس مجلس ادارتها، منين جت الفكره لتاسيسها؟ ولما نتكلم بقى على أهداف الجمعية والأنشطة اللي بتشارك فيها الجمعية، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. منين جت فكرة الجمعية؟ احنا بفضل الله شغالين بقالنا في العمل الخيري حوالي 6 سنين. كنا مجموعة بنات، وانضم إلينا مجموعة شباب محبين للخير برضو، ربنا يبارك فيهم. الحمد لله رب العالمين، بدأنا ناخد ثقة ونكتسب ثقة الناس اللي حوالينا، ما شاء الله، بأن احنا بنعرض الحالة على الجروب بتاعنا على الفيسبوك أو على البيج بتاعتنا. زي ما المتبرع شاف الحالة على الفيسبوك بيروح يشوفها في بيتها أو في مكانها أو في مستشفى زي ما عرضناها بالظبط. فبفضل الله من هنا اكتسبنا ثقة الناس، وبدأنا إن احنا نشتغل تحت إطار قانوني ونعمل ونشهر جمعية خيرية من سنة بالظبط. جمعية خير أمة مشهرة برقم 2124 لسنة 2019، مقرها شبين الكوم محافظة المنوفية، وليها رقم حساب لو حابين تعرضه على للمشاهدين. يا ريت حضرتك تقوليه عادي. رقم الحساب 8990، البنك الزراعي المصري على مستوى جمهورية مصر العربية. جميل، زمايلنا في الكنترول بس ان شاء الله يعرضوا رقم الحساب اللي قالت عليه الاستاذة ميرفت. وبالنسبة لأنشطة الجمعية، الحمد لله بفضل الله احنا واخدين أنشطة وميادين كتير. جميل. منها مساعدة الفقراء محتاجين، مساعدة طالب العلم، اللهم صل على سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام، جهاز العرايس الغير قادرين، وجهاز العروسة اليتيمة خاصة، ما شاء الله، مساعدة المرضى، توفير العلاج الشهري للحالات الغير قادرة، أصحاب الأمراض المزمنة زي مثلا الكبد، الكلى، الفشل الكلوي، القلب، السكر، الضغط. معنا أكتر من 250 حالة ثابتين معنا شهريا شايلين علاجهم بفضل الله.
طيب حضرتك دلوقتي كلنا عارفين ان الفترة اللي فاتت كانت فترة فيروس كورونا، تمام؟ تمام. في ناس كتير تأثرت، وخصوصا اصحاب اليوميات اللي هم شغالين باليوميات. الجمعية كان ليها نشاط معين في الفترة دي؟ اه الحمد لله كان ليها نشاط معين. بدأنا نعمل مساعدات مادية. تمام. بدأنا نعمل حوالي 1000 شنطة وزعناهم على الأسر دي على مستوى محافظة المنوفية، لان احنا اشهرنا داخل المحافظة. تمام. وان شاء الله قريبا نبقى داخل الجمهورية ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعة. ربنا يقدرك. بدأنا نوزع مع الشنط التموينية لحوم، بدأنا نوزع دواجن، وما زلنا في حد وقتنا هذا بفضل الله بنوزع اللحوم والدواجن والسلع التموينية. وفي ناس احنا عاملين لهم مرتبات شهرية اللي هم يعتبروا معدوم الدخل. الرقم ظهر، رقم الجمعية ظهر على الشاشة معانا. تمام تمام، علشان تبقى حضرتك عارفة. اتفضلي كملي. بدأنا بعد ما عملنا لهم ال بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا بنتكلم عن فيروس كورونا، عن عملنا لهم دخل شهري للناس الغير قادرة على العمل. تمام. عملنا لهم السلع التموينية دي مستديمة كل شهر بياخدوها، اللحوم والدواجن والحاجات ديت يمكن مرتين في الأسبوع كل أسرة بتاخد منها. غير كده بقى الحمد لله بدأنا نشوف بقى الناس اللي هي شغلها واقف خالص. نبدأ مثلا لو شاب نجيب له توك توك، رب أسرة نجيب له تريسيكل. حلو. في مثلا أسر ملهاش دخل خالص بدأنا نعمل لهم مشاريع صغيرة على قدنا اللي هو كشك بقالة. كل ده بتقوم بيه الجمعية؟ اه الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. كشك بقالة، ممكن محل منظفات. ممكن الناس اللي هي البسيطة اللي على قدها ممكن تفرش قدام بيتها بخضار وفاكهة. برضو احنا قايمين بها بفضل الله. وانا كنت بعت الصور لأستاذ سيد ان شاء الله لو حابب يعرض لنا حاجة. يا ريت الصور اللي معنا زمايلنا في الاعداد كده يطلعوا الصور معنا على الشاشة. يا ريت. اتفضلي. جميل. حلو قوي. جميل. اسلام. طب يعني اللي بيفرشوا الفاكهه دول حضرتك اللي بتجيب لهم فاكهه وتديها لهم وهم بيبيعوا، صح كده؟ وبياخدوا الفرق السعر المكسب كده، صح؟ المكسب ليهم. بالظبط. تمام. طيب استاذه ميرفت، يعني لا يخفى عليك ان في ناس محتاجين وناس فقراء، يعني قال عنهم القران يحسبهم الاغنياء، يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف، هم الفقراء اللي هي بيستحوا ان يذهبوا الى هذه المقرات الخيريه لمساعده. تمام. او الكلام ده كله دي بنوصل لهم عن طريق مثلا جيرانهم، معارفهم. أيوة. أيوة. يعني هو نادر جدا لما حد منهم بيجي لنا مقر الجمعيه. فبنبدا نسال عن الحاله، جيرانها واهلها وكده، الحاله مستحقه. بنتوكل على الله، بنعرض حالتها على صفحتنا او على جروبنا. وبنبدا المساعده. طيب زي ما حضرتك يمكن ذكرتي ان الحاله مستحقه او لا، ازاي الجمعيه او ازاي القائمين على الجمعيه بيكون في اثبات للكلام ده ان الحاله دي فعلا تستحق او لا تستحق المساعده؟ هل بيكون في بحث عن الحاله؟ هل بيكون في فحص ليها ولا تمام. مجرد اي حد بيقدم بياخد مساعده؟ احنا كشباب جمعيه بنعمل بحث ميداني اللي هو بننزل وبنشوف بعينينا وبنلمس الوضع بايدينا. جميل. وكاوراق للجمعيه بقى ان احنا نبقى ماشيين تمام فيها. ان احنا بندي للحاله 3 جوابات بتمشي بيهم. اول جواب بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعيه. بتوضح لي الحاله ديت ايه بالظبط ودنيتها ايه. تاني جواب من التامينات الاجتماعيه ان الحاله دي لها دخل او لها رقم تاميني ولا لا. تالت جواب من الجمعيه الزراعيه ان هي بيقولوا لي ان الحاله دي ما عندهاش حيازه زراعيه. جميل. فخلاص كده بقى عندي بحث ميداني وبحث اجتماعي. ببدا اتوكل على الله واساعد الحاله. ما شاء الله. طب احنا عندنا دلوقتي مشكله دايما بتقابل الجمعيات الخيريه، وهي التشكيك في النشاط بتاع الجمعيه الخيريه نفسه. تمام. بتلاقي حد يتكلم، طب انا اعرف ازاي ان الجمعيه دي ماشيه سليم ولا ماشيه سليم، ولا ايه بالظبط اللي نشاطها؟ يعرف ازاي ان النشاط ده سليم وان التبرعات بتاعته دي فعلا بتروح للناس الفقراء؟ تمام. احنا عندنا حاجه كويسه الحمد لله بنعملها. ان احنا بنقول للمتبرع احنا هنوصلك بالحاله. تمام. ساعد بره بعيد عننا، المتبرع واثق فينا. بنقول له مثلا الحاله دي محتاجه مثلا 10 قروش. بيدهم لنا بنخلص مع الحاله. طيب. غير ان احنا بناخد التبرعات بايصال مختوم رسمي من الجمعيه من اصل وصورتين. صوره بتبقى مع المتبرع واصل وصوره بيبقوا معانا احنا للمراقبه من الحكومه. طب هو التبرعات دي ليها موسم معين؟ ليها موسم معين. زي ايه؟ زي رمضان، المولد النبوي الشريف، الاعياد، زي مثلا عشر ذي الحجه. الاوقات اللي محبب فيها العمل الخير، يعني من احب الاعمال الى الله عشر ذي الحجه. طب من بره بعد الموسم ده بقى الجمعيه بتمويلها بيكون ازاي؟ برضو بعرض الحاله. وان مني ومنك ومن غيرك بنبدا نجمع ليها والحمد لله. جميل. طيب يا استاذه ميرفت، احنا يمكن معانا الصور زمايلنا عرضوها دلوقتي على تمام على الشاشه زي ما احنا شايفينها. كنا عايزين نعلق بقى على الصور دي. الصور يعني دي مثلا دي اللي موجوده ايه كانت ايه؟ صور ذبح.
كنا دبحين اعزكم الله عجل، وده دايما بندبح على طول بفضل الله يعني اقصى حاجه كل شهر ان لم يكن كل اسبوع او 10 ايام. بيتم بقى توزيع اللحوم، بيتم توزيعها على مستوى المنوفيه، ممكن اللي خد المره دي ما ياخدش المره اللي بعديها. جميل. بحيث نقدر نغطي اكبر عدد. برضو معانا هنا زي ترميم او سقف. تمام. ده ايه بقى حضرتك شايفه؟ السقف دوت كان ايام الاعصار اللي قبل كورونا. في بيوت وقعت وفي بيوت كانت عايزه تترمم، السقف ده من البيوت اللي كانت عايزه تترمم. جميل. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا يعني عرضنا الحاله، عرضنا صور الحاله قبل والبيت واقع او سقف واقع وعرضناها بعد. ده المصداقيه. تمام. يعني ما شاء الله يعتبر انتم بتشاركوا في كل الانشطه، يعني مساعده الفقراء. تمام. مساعده اللي هم المرضى. ايوه. الحاجات دي كلها شغالين عليها ما شاء الله. احنا كمان معانا مداخله. مين يا فندم معايا؟ الو الو، السلام عليكم. طيب احنا يمكن فقدنا الاتصال فهنرجع لهم مره ثانيه. فاحنا كنا بنتكلم يعني احنا اللي عايز اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه اللي انا شفته دلوقتي على الشاشه، هل الجمعيه لو حد مثلا ما عندوش سكن خالص وتقدم لحضرتك الى الجمعيه واثبت فعلا انه ما عندوش سكن ملائم ليه او ما عندوش سكن نهائي، هل الجمعيه ممكن توفر له سكن خاص بيه؟ الجمعيه توفر له سكن وبتدفع له الايجار. ما شاء الله، حاجه جميله جدا. الحمد لله. طيب بالنسبه للمساجد بقى، هل ساهمتوا في حاجه خاصه بالمساجد؟ ساهمنا بفضل الله في اكتر من مسجد، يمكن 4 أو 5 مساجد. ساهمتوا بايه بقى بالظبط؟ ساهمنا في البناء، ساهمنا في التشطيب، ساهمنا في الفرش. الحمد لله، واخرهم مسجد الرحمن. ما شاء الله. مدينة شوي. هو ده معانا دلوقتي، ويمكن صور انا بعتها لحضرتك لو الاعداد ينزلها لنا على الشاشه. طيب الجمعيه ليها نشاطات تانية غير مساعده الفقراء والمساجد، يعني مستشفيات، مدارس؟ تمام. لكم نشاطات في الاتجاه ده؟ لينا. اول حاجه بدانا بيها، بدانا بمركز عندنا في القريه بتاعتنا اسمه مركز الغسيل الكلوي. طيب. ده بدانا كان محتاج مكنه غسيل، بدانا نجمع وسهبنا في المكنه دي، مكنه غسيل كلوي. تاني جهاز جبناه في مركز الغسيل في المركز دوت المركز الصحي بميت خان، جبنا جهاز اسمه الترا سونيك. تمام. ده كان تاني جهاز. ده خاص بالعلاج الطبيعي. بالعلاج الطبيعي. ده في نفس المركز برضو. جميل والله. جبناه. جينا بعد فتره من اشهار الجمعيه عندنا في مستشفى الاورام مش بين الكوم، كانوا محتاجين سراير، بنوا دورين اتنين. فكانوا محتاجين سراير ومحتاجين كوميدينات للسراير، محتاجين حوامل محلول. برضو عرضنا ان صدقه جاريه يا جماعه الخير وعايزين نعمل كذا وكذا. بدأنا نجمع الحمد لله بفضل الله من مجموعة من الشباب والبنات، الحمد لله رب العالمين، جمعنا حق 22 سرير بال 22 كومودينو و 22 حامل محلول. ما شاء الله. ده في مستشفى الأورام بشبين الكوم. جميل جميل جميل. طيب حضرتك طبعا عارفة الناس اللي بتبقى قايمة على الأعمال الخيرية دي بيبقى في جزئية كده ان الناس بنسميهم احنا الحاقدين والحاسدين، موجودين اللي هم بيشككوا الناس في صاحب الجمعيه ده او بيشككوا في الاعمال اللي بيقوموا بيها، حصل وبيحصل لحد دلوقتي، وبيشككوا في المصادر الاموال القائمه اللي جايه للجمعيه ليها. تمام. وبيشككوا ايضا ان صاحب الجمعيه ده عاملها مجرد سبوبه ليه. بالظبط فعلا. فهل بالزبط. حصل اواجه حضرتك حاجه من كتير. الكلام ده كتير كتير. كنت الاول اعيط، كنت الاول اعيط واقول لا ازاي احنا بنتقي الله مش عارف ايه، ده احنا بناخد كل قرش بالايصال وبنطلعه بالورق. بعد كده خلاص قرأت إن من تصدر لخدمة العامة لا محالة مشتوم حتى وإن وصل الليل بالنهار. الله. الحمد الله. لله رب العالمين. طب القائمين على العمل في الجمعية بقى دول بيبقوا متطوعين ولا بيبقوا موظفين؟ لا كلنا متطوعين، شباب وبنات كلنا متطوعين الحمد لله رب العالمين. حلو حلو جميل ما شاء الله. طيب لما نتكلم بقى على الصفات اللي الواجب توافرها في المتطوع في الجمعية، حضرتك يعني اكيد مختار الفريق اللي معاكي بعنايه ان شاء الله احسن مني كلهم، لو زكيهم على الله عشان يكون عنده طولة بال ويكون عنده حب الخير زي حضرتك كده. تمام. فهل الموضوع ده معاكي تمام ولا في حاجه ولا بتختاريهم ازاي؟ لا ما شاء الله عليهم. عشان نوجه لهم برضو شكر يعني. اوجه لهم شكر طبعا، ده هو انا من غيرهم ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه خالص. ايد لوحدها طيب. ما تسقفش طبعا. طيب انت حضرتك لما اخترتيهم اخترتي الصفات بتاعتهم اللي متوفره فيهم ازاي؟ كانوا بيعملوا خير برضه بس كنا كل مجموعه لوحدها. فتجمعنا كلنا تحت اطار الجمعيه. تحت اطار الجمعيه، اطار مشهر. تحت ظل الحكومه. ما شاء الله. عشان ما يبقاش علينا اي حاجه قانونيه غير. ما شاء الله ما شاء الله. طيب في فقراء ومساكين ومحتاجين كتير بتشوفيهم كده من كتر ما انت بتشوفيهم ما بيطلبوش.
ولكن بيبقوا محتاجين. تمام، دول تتعاملي معاهم ازاي لو سمعتي ان فلان ده مثلا حالته الماديه مش هي ومحتاج ولكن هو ما بيطلبش؟ ايوه، تقدري تتواصلي معاه ازاي؟ تقنعيه ازاي؟ بوصل له لحد بيته ان دي امانه جايه لك عن طريق الجمعيه. من مين؟ الله اعلم. فعل خير. جميل. طيب، جميل الفكره دي. استاذه ميرفت اللي منورانا النهارده، صراحه انا مبسوط بالاعمال الخيريه اللي حضرتك بتقوم عليها، يعني حاجه صحيح. جميله وحاجه مشرفه للمراه المصريه كما تحدثنا في البدايه. قبل ما نتكلم بس هناخد مداخله هاتفيه. الاستاذه سماح من المنوفيه، اهلا بيكي. استاذه سماح، السلام عليكم. ايوه حضرتك. السلام عليكم استاذه سماح، اتفضلي. انا عايزه اشارك بالبرنامج مع حضرتك. انت في البرنامج يا فندم، اتفضلي. اتفضلي يا فندم، انت على الهوا، اتفضلي معاكي. اتفضلي. الو. طيب، تقريبا اتصلت طاطا، مش مشكله، ممكن ترجعي لنا تاني يا استاذ سماح، موجودين معاك ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كنا بنكمل حديثنا يا استاذه ميرفت وبنتكلم على أكيد الجمعية، يعني ما شاء الله زي ما احنا شايفين الأنشطة وشايفين الكلام ده كله حاجة مشرفة زي ما ذكرنا. هل بتشارك في فعاليات أو تكريم حفظة القرآن الكريم أو تكريم مثلا يعني تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتكريم بحفلات من اللي هي توفر لهم الدعم كده والمساندة ولا كنا في شهر 2 اللي فات عاملين مسابقه لحفظه القران الكريم. بدايه من المستوى الاولاني جزئين، المستوى الثاني كان 5 اجزاء. بعد كده ربع القران ونصف القران والقران كامل ما شاء الله. وكنت بعت برضو لحضرتك الصور بتاعه الحفله، لو تعرضوها نفرح الناس بيها. الايه يا فندم؟ الصور بتاعه الحفله. يا ريت زمان في الكنترول اي صور ممكن نعرضها لو موجوده معانا. غير ان احنا الحمد لله دايما بنعمل يوم اليتيم، ممكن ننزل الملاجئ ونقضي معاهم يوم. ممكن نعمل تكريم الامهات المثاليه اللي هي الام الارمله اللي ما شاء الله يعني مش ربت اي تربيه. اللي طلعت الدكتور والمهندس والمحامي ما شاء الله، طبعا بنكرمهم وعلى زي ما احنا شايفين الصور معانا موجوده على الهواء اهي. ممكن حضرتك تقولي لنا كان فين دول؟ ما شاء الله دول كانوا اوائل المسابقه، مسابقه القران الكريم. الواقفه جنبي دي اسراء، دي كانت الاولى على القران كامل ما شاء الله. اللي جنبها دوت كان الاول على نصف القران، واللي البنوته اللي بعديه اللي في النص دي كانت الاول على ربع القران، والولد الصغير 5 اجزاء، والبنوته الصغيره الثانيه كانت الجزئين ما شاء الله. دول كانوا الاوائل ما شاء الله. شايفه اعمارهم صغيره كمان. يعني دول سن كام سنه كده الصغيرين دول؟ 5 و7 سنين ما شاء الله. بنت اللي في النص مثلا، ايوه اللي حاطه ايدي عليها ديت، حوالي 10 سنين، والولد زيها. واسراء ما شاء الله في ثانوي ما شاء الله، اللي هي خاتمه القران ما شاء الله. دي الجمعيه هي الرعايه الرعايه الاولى للحفله. وكان معانا بقى السبونسر، كان معانا شركه شاتلر ما شاء الله وشركه تانية برضو. طيب استاذه ميرفت، كنت عايز برضو اقول لحضرتك حاجه يمكن خاصه شويه. اتفضل. انا ملاحظ من طريقه حضرتك يعني ان انت اصلا قبل، لان الجمعيه مشهره في 2019. ايوه. فهل ليكي انشطه قبل ما تبداي الجمعيه ولا في العمل الخيري؟ قلت لحضرتك في البدايه ان احنا كان لينا 6 سنين شغل بما فيهم السنه بتاعه الجمعيه، يعني كان في 5 سنين قبل الجمعيه. ولما بدانا نكتسب ثقه اكتر طيب للناس الحمد لله. قبل ما تكملي هستاذنك ناخد الاستاذه سماح، رجعت معانا تاني. ايوه استاذه سماح، السلام عليكم. يا ريت تسمعينا من التليفون بس يا استاذه سماح. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. انا عايزه اشترك في البرنامج مع حضرتك. اتفضلي انت في البرنامج بالفعل، اتفضلي. انا عايزه اشكر مدام مروءة علام. يا سلام، اشكريها طبعا. مروءة ده اسمي. باسم بنتي الكبير. ده مين مروءة بقى؟ حلو. انت معروفه هناك بكده يعني. اسمي مروءة. اتفضلي معاكي. اتفضلي يا مايك، اتفضلي. الو. اتفضلي يا سماح. اتفضلي معاكي يا سماح. بصراحه مش مخليانا عايزه اي حاجه، واقفه جنبي في كل حاجه. ما شاء طيب الله. انت من المنوفيه يا سماح؟ نعم. من المنوفيه؟ انا من شبين. انا من شبين. تمام. ساعدتك في ايه الجمعيه بقى؟ ايه اللي وفرته لك؟ ساعدتني، جابوا لي كل حاجه كانت ناقصاني وبشهرين. زي ايه يعني؟ عايزين حضرتك كده تذكر لنا امثله. جايبين لي غساله وبوتاجاز، وجايبين لي سراير انام عليها، وعاملين لي السقف بتاع بيتي كان بينقع عليا وعيالي. ما شاء الله ما شاء الله.
عمل جميل. ومش والعفت علاج تجيب لنا حضرتك مريض الكبد. ربنا يشفيك يا رب. يا رب. يشفي كل واحد. وجايبه لي وبطاطيني وكل حاجه، يعني مش مخلياني محتاجه اي حاجه بصراحه. احنا متشكرين ليك يا استاذه سماح، وطبعا عمل متشكرين طبعا للجمعيه وكل القائمين على شغلها. يا رب. احكي لنا بقى على الحاله. تواصلت معاها ازاي؟ اللي اتكلمت معانا دلوقتي حاله سماح كان في مديره مدرسه من حبايبنا برضو بتشارك معانا في الخير اسمها الاستاذه هيام. تمام. قالت لي ان سماح ديت كانت بتروح عندها البيت تنظف، وبعد كده بقى تعبت مش قادره تعمل حاجه، وجالها الكبد، والزوج يعني ربنا يسامحه مش بيصرف عليها، وهي عندها ولد وبنت ومش كبيره في السن، يمكن في اواخر العشرينات. بدات اشوف سماح عايزه ايه وانزل لها البيت. لقيت البيت طبعا ما ينفعش للسكن، سقف بايظ، ما عندهاش غساله، ما عندهاش حاجه تاكل فيها الولاد ولا حلل ولا حاجه، الدنيا بايظه خالص. جوزها الله يسامحه كان بايع كل حاجه. بدانا نعرض حاله سماح عندنا على الجروب، الحمد لله رب العالمين، جالها الغساله وجالها كرسي عزكم الله للحمام، وجالها بطاطين ما كانش عندها بطاطين، جالها مفروشات ولبس لها ولولادها، وقايمين على علاجها دخلنا في حوالي 4 سنين. ربنا يجعله في ميزانها. ربنا يتقبل يا رب من كل اللي بيشاركوا معانا. احنا اسباب يا جماعه، احنا اسباب بس. اكيد واسباب للخير ان شاء الله. الحمد لله ربنا يتقبل. طيب حضرتك يا استاذه، انا عايز برضو اسال حضرتك في نقطه، لو واحده عايزه عروسه مثلا، تمام، هل بتساهموا في جهازها او بتجهزوها والكلام ده كله ولا؟ نتاكد الاول انها مستحقه، لان دي طبعا فلوس ناس وامانات، احنا أكيد. اللي هنسال عليها قدام ربنا يعني. لو حضرتك خلاص اديتني التبرع خدت اجرك. انا اللي هقف قدام ربنا، او اللي واخد التبرع اللي هيقف قدام ربنا ويسال عليه. دي حقيقه فعلا. فطبعا الامر مش هين. صح. الامر مش هين. فبنتاكد الاول ان الحاله مستحقه، ان الحاله مش هتاخد الجهاز ده تبيعه. لان في ناس كتير بتروح جمعيه دي والجمعيه دي والجمعيه دي وتلم اكتر من جهاز. بتتاكدوا ازاي بقى؟ وتبيع. بالسؤال. 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 ولا بتطلبوا مثلا؟ وبندخل البيت، وبندخل البيت، انت جبت ايه؟ طب وريني. الزواج ولا الكلام. بنطلب قسيمه الزواج. طب الوقت للاسف خلص، فرساله توجهيها لكل القائمين على العمل الخيري والعمل التطوعي في الوطن العربي بشكل عام. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يبارك فيك. الله العظيم يفتح عليك يا رب. يا رب. وانا بشكر حضرتك جدا استاذه ميرفت، وانت نورتينا. وانا بشكرك جدا. كما قلنا ان انت نموذج مشرف. وهقول حاجة بس بسيطة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، وقال: اتقوا الله ولو بشق تمرة. فأنا بشكرك جدا جدا وانت نورتينا. مشاهدينا الكرام نخرج فاصل ونرجع لحضرتكم، انتظرونا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني مع مثال الشاب المشرف. ومعانا الباشمهندس، اول مخترع في مصر، الباشمهندس محمد عثمان. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي. مخترع اصغر مصدر في مصر، صح كده؟ صحيح صحيح. شرفتنا يا باشمهندس محمد. الله يشرفك. الله يخليك يا مستر سيد. باشمهندس محمد صاحب محلات اوتو ستور للكماليات السيارات وزينه السيارات والحاجات اللي بتدل على السيارات. أهلاً. هنتكلم بقى مع حضرتك النهارده عن، احنا عارفين ان حضرتك يعني اصغر شاب مصري مصدر ومستورد. الحمد لله. مصدر ايه ومستورد ايه؟ تشرح للساده المشاهدين. اسمح لي في البدايه ارحب بحضرتك وكل متابعين اسر برنامج موضوع يهمك، لان احنا جايين النهارده في الحقيقه عشان موضوع يهم الناس. وده من كانت العوامل الاساسيه اللي خلتنا ابقى موجود مع حضرتك النهارده، نوجه نصايح للمستخدمين لمنتج احنا بنشوفه بنتعامل معاه كل يوم في الشارع اللي هو العربيه. صحيح. اعرفكم بنفسي، انا اخوكم محمد عثمان، متخصص في تمرير تكنولوجي تخص العربيات، وكمان ديفلوبر للمنتجات احنا اللي بنصنعها وبنصدرها من منصة في مصر لدول العالم كلها. هو جميل. منتج الفاميلي كرييتيف ومنتجات العناية بالسيارات بس بشكل مختلف شوية. وأسئلة كتير أنا عارف بتدور في أذهان الناس، هنبقى نتطرق ليها ونوضح عليهم إن شاء الله. دلوقتي الأول اتكلم، كلمنا كده عن المنتج اللي انت اخترعته. اوكي، انا اخترعت هو اي حاجه هيستهل الممتنع. منتج الناس كلها بتستخدمه في حياتها اليوميه، زي الستات ورجاله وكبار وصغيرين. وهو الفامي اللي بيدي لهم حاجتين في العربيه. بيعزل حراره يا مستر سيد، وكمان بيدي لهم الخصوصيه الكامله جوه عربيته. تمام يا فندم. انا اخترعت منتج
استخدمه وقت اللزوم، اي فمي او اي او كلمه فمي او تظليل، لان بعض الدول العربيه تعرف الفمي بالتظليل. التظليل ده او الظل ده اللي بيركب للازاز بيستخدم مره واحده، لو استخدمته بيحتاج فني يركبه، ولو انا فكيته خلاص هيترمي. تمام. فانا عملت منتج بورتابل، يعني يتفك ويتركب في وقت ما انا محتاجه، وكمان يعني طورت فيه بقالي 4 سنين. اخترعته وطورته وكونت داتا كامله، وانطلقت من مصر باسم اوتو ستور للعالم كله كمصدر للمنتج لكل الناس. ما شاء الله. والحمد لله، لا استحسان كبير يعني، وشغالين في تطويره. ان احنا نستاذنك كده يا هندسه، هنطلع فاصل صغير وهنرجع نكمل مع المهندس محمد عثمان صاحب محلات اوتو ستور، انتظرونا. عدنا أعزائي المشاهدين مع الباشمهندس محمد عثمان، وهيحكي لنا هو بدأ إزاي استيراد وتصدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول، أنا اتجاه الدولة لدعم الكوادر الشبابية من ناحية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، والمبادرات اللي كانت سهلتها البنك المركزي، لأن هي بتدعم الدولة في اتجاه التصنيع عموما. أنا بدأت تصدير قبل ما أبدأ استيراد. اللي بستورده هو منتجات تخدمني في صناعتي. تمام. فبصدر منتج بطريقه سهله جدا، التصدير بيبقى عليه دعم وتصنيعه سهل. فبدات ان انا ادور، ان بعد ما انتجت منتجي وصلت بيه للكمال، ان انطلق بيه لدول العالم، لان الموضوع مش صعب. انا شغال على ديزاينات ومقاسات لازاز عربيات مش موجوده في مصر. فبدات من المنطلق ده في تقريبا في 2014، ان انا شغال الاول، بعد كده انطلقت للتصدير في لاول وكيل ليا في اول دوله عربيه، ودي كانت حاجه مفرحه جدا في دوله الاردن. صدرنا لمؤسسه كبيره زي مؤسسه الخطيب، دلوقتي من اكبر الركائز والدعم لينا في مجالنا بره مصر. صدرنا لها المنتج في 2015، وبعد كده من هنا بدانا دي ندي زي نظام وكالات، ونبدا نصدر من بره ونعمل خطوط انتاج كمان برضه يا استاذ سيد في دول تانية. بعد كده بدانا ندعم شغلنا بركائز تخص تكنولوجيا العربيات بشكل مختلف، يعني اللي مميزنا وخلينا مشهورين في السوق. الحمد لله، اي حد بيكتب بس كلمه فامي على محرك البحث جوجل بيلاقينا احنا اول ناس متصدرين بدون اي اعلانات ولا اي حاجه مدفوعه. جميل. طيب، فبدانا التصدير من في التوقيت ده كده يا استاذ سحر. تمام. طيب يا باشمهندس محمد، يعني زي ما حضرتك ذكرت كده ان انت مخترع او اول مخترع في مصر يعتبر عن فامي الكريتيف. الحمد لله. عايزين نشرح للساده المشاهدين فكرته، عايزين يعني نشرح لهم ازاي بيستخدم، وهل ليه اضرار، هل يعني هل مخالف للمرور او مش مخالف، الحاجات دي كلها برضو الناس يبقى كل الناس. حضرتك اثرت نقطه حساسه بتدور في كل اذهان الناس، كلمه فاميه يعني مخالفات وهيتسحب عليها الرخصه. أيوة. تمام. المنتج اللي انا عامله ده استخدامه وقت اللزوم، يعني انا حضرتك بتقعد في وقت طويل في الهواء مثلا وراكن سيارتك في الحر، فطبعا تيجي تركبها تلاقي الحراره المختزنه جوه العربيه عاملاها زي الساونا. جميل. طب انا بركب الفاميل كرييتيف ماشي على طريق سفر طويل، هركب الفاميلا، لانه حاجه بتتفك وتتركب، وفي عرف قانون المرور ان هي الستاره مش حاجه لازقه مغيره في معالم العربيه. صحيح. فمخالفتها ما بتحسبش مخالفه فاميلا، لان دي حاجه بتتفك وتتركب. ثانيا، زي ما قلت حضرتك بتستخدم وقت اللزوم. انا مثلا سيارتي بستخدمها بسوق، بعرف اسوق بيها بالليل. زوجتي مثلا بتستخدم السياره ديت مش عارفه تسوقها، فهي تقدر تشيل وتركب. هقطع حضرتك، هنشوف التقرير. التقرير موضح بعض المنتجات اللي احنا بس بن هنشوفه دلوقتي على الشاشه معانا. معانا الشاشه هنشوفه ونرجع تاني. عايزينك بقى تعلق لنا عليه بقى. اكيد. اهلا بكم في اوتو ستور. احنا هنا مهتمين بتمرير التكنولوجي اللي تخص العربيات من شتى بقاع الارض. بنركب عوازل حراريه وافلام حمايه للدهان وكمان نانو سيراميك. بس احنا كل ده متخصصين في تصدير الفامي كرييتيف، لانه منتج مصري 100% بننتجه في اوتو ستور وبنصنعه ونصدره لكل دول العالم. تابعونا وشوفوا بعض اللقطات في الفيديو ده اللي تخص منتجاتنا في اوتو ستور. شكرا لكم.
طيب باشمهندس محمد، زي ما شفنا التقرير كده والناس شافته معانا، يعني عايزين حضرتك تعلق عليه وتضيف كمان ان اللي حابب يوصل لك يعمل الحاجات الجميله اللي انت بتعملها دي، يوصل لك ازاي؟ التقرير ده كان بيتكلم على بعض المنتجات اللي احنا شغالين فيها اللي هو الفاميك كرييتيف والافلام الحمايه الدهان الاصليه الامريكيه اللي هي بتقعد اكتر من 10 سنين على جسم العربيه، وكان بتناول كمان تكنولوجيا النانو سيراميك لتصحيح الدهان. طب هقف معاك في حته الافلام الحمايه، معلش، لان يعني في اقاويل ان اللي بيركب افلام الحمايه دي بتبوظ البويه الاصليه بتاعت العربيه، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ انا عارف ان حضرتك سالني السؤال ده استاذ سيد، عشان خصوصا هتلاقي جايب عربيه جديده ولا حاجه وقلقت من الموضوع ده. عموما ده سؤال بيدور في كل اذهان الناس اللي بتشتري عربيات وعايزه تحميها. دي حقيقة. فيلم افلام الحمايه هم ثلاث انواع. افلام صينيه بتبتدي من رقم قليل وممكن تلاقيها بيتباع عند اي حد من 2000 ل 5000 جنيه. والجزء الثاني فيلم بيقعد ضمانه على دهان العربيه 5 سنين، ودي بتبتدي هنا بقى التكنولوجيا الحديثه اللي عاملاها شركات البتروكيماويات الرائده في المجال ده على مستوى العالم، شركتين والاثنين امريكتين، شركه استمان وشركه 3M. استمان بتقدم المنتجين بقى اللي هم الاصل، يبقى ننسى خالص البي في سي الصيني ده، يعني حاجه ما فيهاش قلق. ما فيهوش قلق نهائي. جميل. الافلام الاصليه هي اللي ما فيهاش قلق، بس للاسف سعرها غالي. بس انا هقدم بقى نصيحه صغيره كده للناس، هستاذنهم، الغالي بيبقى ثمنه فيه لسبب واحد. أكيد. انا لما بركب فيلم الحمايه الاصلي الغالي ده 3M اللي بالسيريال نمبر بيتكلف 25000 جنيه. لما باجي احسبهم على مده العشر سنين بتلاقيني بدفع 200 جنيه في الشهر. يبقى انا ده ارخص منتج اقدمه في نظير لو انا دفعت يا استاذه سحر 5-6000 جنيه في فيلم صيني بيتشال بعد سنه، فانا كده اصلا خسرت وكمان بيضر دهان العربيه. طيب بالنسبه للمنتجات اللي بتشوفها بتتباع في اسواق التوفيقيه، بتتباع على الارصفه دي، ايه رايك فيها؟ سوق التوفيقيه اقدم سوق الاكسسوارات العربيات في مصر. صحيح. قبل كمان ايام ما كان سوق للفاكهه في مصر، بس سوق التوفيقيه بيبيع الاكسسوارات اللي هي، هو طبعا سوق جمله وسوق كبير جدا في القاهره وفي مستوردين عظماء. صحيح. يعني صحيح. شغالين في الاكسسوارات الخفيفه، في حاجات اصليه وفي حاجات مش اصليه. سوق التوفيقيه كل معظم 90% من الحاجات المنتجات اللي فيه بتبقى من الصين او تايوان او المنتجات دي، بس في الاول في الاخر مش حاجات هتضر العربيه زي الحاجات الحساسه اللي هي بتحمي الدهان او بتحمي الازاز من العوازل الحراريه. فسوق التوفيقيه بس في بعض رساله برضو للمستهلكين، مش عشان تجيب اكسسوار عربيتك فتضطر تروح تجيبها من التوفيقيه لانك هتجيبها غاليه، ده معمول للتجار، عايز تجيب حاجه لعربيتك اشتري، هي تشتريها اونلاين يتبع مع اي محل وتاخدها منه بسعر كويس. التوفيقيه مش مقصد، يعني كفايه الزحمه اللي هتروح مش هتعرف. طيب كده يا باشمهندس، انت اثرت نقطه اللي هي حمايه دهان السيارات. صحيح. اللي هي النانو سيراميك. عايزين بعرف بقى نعرف من حضرتك كده التقنيه المستخدمه للموضوع ده بالظبط. اوكي تمام. مبدئيا احنا لينا مراكز في القاهره، هنا لينا 3 فروع. أيوة. تمام. وبره القاهره لينا، وفي خطه توسعيه. اذكر كده العناوين بتاعتهم بحيث الساده المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي. احنا عنواننا سهل خالص للساده المشاهدين. احنا في رقم 1 عباس العقاد في مدينه نصر، داخل محطه مصر البترول، في اول عباس كده في محطه بنزين، احنا جوه مركز خدمه بتاعنا، واخدين معظم الاماكن اللي احنا فيها في الصحراء جوه محطات بترول. تمام. الخدمه بقى النانو سيراميك ده وسائل تقنيه بتشتغل. النانو سيراميك وحده قياس، بتخش في تصنيع منتجات كتير. بس لما دخلت عشان تصحح جزيئات الدهان او الورنيش بتاع العربيات، بتخش بتنعمه خالص وتحافظ على الطلاء من بهتان اللون من فضلات الطيور، ان ما تاثرش بطريقه مباشره في الدهان. بس بتحمي بطريقه خفيفه من الخدوش، لان في لغط عند المشاهدين، انا جبت عربيه جديده اركب نانو سيراميك ولا اركب فيلم حمايه؟ صحيح. على حسب استخدامك للعربيه، عايز لمعه وشكل كويس وحمايه خفيفه من الخدوش البسيطه هتحط نانو سيراميك لان تكلفته مش عاليه. اما لو عايز حاجه تحمي العربيه من الخدوش بقى والخبطات والكلام ده ومعايا عربيه غاليه، هركب لها فيلم حمايه. طب انت للامانه كده يا باشمهندس محمد، يعني لو حابب تنصح حد، هل بتخيروا بين ده ولا بين ده؟ الافضل احنا بنبيع إيه؟ بنبيع كل المنتجات. بس لما بنوضح للعميل مميزات ده وعيوب ده. يعني لو ركبت فيلم حمايه ولا قدر الله عملت حادثه في الجزء ده، هضطر ان انا اغير فيلم الحمايه. ايه الفرق بقى بين المط والنانو سيراميك؟ صحيح. المط ده بقى لما تجيني عربيه متبهدله خالص وما عادش نافع فيها غير ان صاحبها يرشها، اروح جاي كاسيها ستيكر، يعني بالبلد كده عامل لها رابنج. الرابنج ده بنكسي العربيه بنفس اللون زي جلات شفاف كده، بيداري بقى كل الخدوش والدفوهات ويديها شكل جمالي وعصري، ومعظم الشباب بتحب تعمل الموضوع ده. في جزء من التقرير كان عرض الفيديو ده. جميل.
طيب باشمهندس محمد، ايه اللي بقى الحاجات التانيه اللي حضرتك بتعملها في مركز اوتوستور؟ اهم حاجه وخصوصا في بعض العربيات الجديده اللي انتشرت في السوق بالماركات مختلفه بقى بتنزل ما فيهاش الجزء اللي ورا فمي مسطح كبير من ازاز العربيه فاضي. فالناس بدرجات الحراره اللي بدات ترتفع في مصر بشكل ملحوظ بقت محتاجه حاجه تخف عنها وهج الشمس ده شويه. من هنا صدرنا، كنا من الناس اللي رائده في مجال تصدير تكنولوجيا العوازل الحراريه لازاز العربيات. بعد ما كانت انتشرت في الخليج باسعار عاليه كسرنا المعادله دي وقدمناها للمستهلكين بسعر قليل وكمان مش مخالفه للمرور، يعني بيركب فمي عازل حراري بس شفاف وملوش احتكاكات باي حاجه يروح يرخص عربيته بيه. طيب انا كنت وده عندنا بس بشكل حصري كمان يعني. طب سؤال كمان، بما اننا في برنامج موضوع يهمك واحنا بنهتم بكل اللي بيهم الشباب دلوقتي، تمام، ايه الاكسسوارات بتاعه العربيات الجديده المتاحه؟ انت اغلب العربيات الجديده الاكسسوارات بتاعتها مش متاحه، ايه المتاح عندك؟ هو العربيات الجديده بقت بتبقى نازله صحر كامله فول اوبشن دلوقتي، احنا في 2021. فانا بشتري عربيتي تمام يعني لو هي غاليه 10-15 ألف جنيه ما استخسرهمش واروح اعمل الحاجتين ثلاثه دول. موضوع الحراره شيء مهم وبيشغل الناس كلها، اروح مركب عازل حراري. تمام. الدهان بدل ما تتخدش العربيه يا استاذ سيد اروح جاي. طيب باشمهندس محمد، يمكن احنا الزملاء عرضوا دلوقتي فيديو، عايزين حضرتك بقى تعلق لنا عليه. ده ايه الفيديو ده؟ الفاميل كرييتيف. انا قدام معايا عميل اهوت، ده شخص ده من بره مصر جه وحابب يتفرج. ده الفاميل كرييتيف. هو بيستخدمه وبيركبه بنفسه. طب مع الشيل والحط كده ما بيبص او ليه الاسكرينه دي؟ الاسكرينه دي بشكل حصري عندنا، لان المنتج ده قابل ان اي حد يعمله عادي. طب يعني المنتج ده شفت حاجه كده يمكن كنت منزلها على البيج. انا بقى هنا من هنا من مكاني مع حضرتك بوجه رساله للناس. انت ممكن تجيب اي قطعه بلاستيك وتطبق عليها الموضوع ده، هيقابلك مشاكل كتير. المنتج بتاعنا ده عليه نانو سيراميك من الجنبين عشان يعزل حراره، بيعزل 80% ده. وده بتحدى بيه جميع الشركات على مستوى العالم، ده مسجل حقوق ملكيه فكريه، وكمان بيتشال ويتركب ما بيتكسرش وما بيسحش بقى من الشمس. لا في ناس بعض الناس طبعا انا مش هقدر ابيع للناس كلها ولا اوصل للناس كلها، بيجيبوا بلاستيك عادي ويلزقوا عليه فامي ويستخدموه ويقولوا عليه فامي كرييتيف. طب سريعا الفامي اللي هو كنت شفتك كده على البيج منزله اللي بيشتغل بالريموت ده، لا انت جايبه على المناطق الحساسه اللي الناس كلها كل يوم بتسال عليها، مفيش يوم بيعدي لما بتسال على الفامي الالكتروني ده. الفامي الالكتروني ده هو مش فامي، يعني ما نقدرش نقول عليه فامي لان المنتج ده مخصص للديكورات الداخليه بتوع المنازل، لان اسمه بي دي ال سي. لو عايز تبحث وتعرف معلومات عن المنتج يا استاذ صحر اكتبي بي دي ال سي. بي دي ال سي ده المفروض انه فامي بس بالريموت. بس هو طبعا انا جربته في كذا عربيه وما بنصحش بيه معظم الناس، عشان لو حابب تعرف ليه سيب لنا اكتب، خش على الفيسبوك اكتب اوتو ستور او اكتب الفامي الالكتروني هتقدر توصل لنا. للاسف للاسف مش هنصح بيه الناس لسبب، لان هو بيمنع الرؤيه من الداخل والخارج. تمام. هو الفكره السمارت فيه ان هو بالريموت او من اي زرار ان انا اقدر ايه يعني اخليه شفاف ومش شفاف. للاسف وقت برنامجنا خلص، ونتمنى تكون معانا في فقره ثانيه تحكي لنا مزيد من التجربه. اكيد انا معاكم. تنورتنا يا باشمهندس، ربنا يخليك يا استاذ سيد. تحت امر الناس كلها، لو حد يعرف عايز يعرف اي حاجه او اي معلومات تخص العربيات انا موجود ان شاء الله. نجيلك هنا. اعزائي المشاهدين فقره برنامجنا خلصت، والقاكم في حلقه جديده من برنامج موضوع يهمك. شكرا.